لي دو كومبليس ديالنا راح يلعبوا دور المرأة والخطيب ديالها ويطلبوا من كاش فيكتيم انه يصورهم. وفي هذه اللحظة التليفون راح يسوني باسم زوجتي او زوجي ونشوف ردة الفعل ديالها. تبعوا معنا. بس والله ايه مشيت فوتوغرافه ما يشتغلين معك تعيشي وحده كومبلي رضوان وحده اصابنا صورنا وحده كومبلي تعيش خويا سيح كمنا وحده كومبلي باسك هذه تاع العرس باسك هذه تاع الزواج ادري العرس اي والله الله يسلمك حتى دوكا الحكايه راهي بيان ربي دوما ان شاء الله. تعيشي كي تشوفي هذه زوجي كوبي باسكو هذايا جهاز فهمتي بديتي ديري التوسويس على بالك الا بديتي توسوسيني خلاص مصباح هو يصوني ما خدناش كانتو الو خويا خويا قولها بلي ما صونيش وي بوالا الله يبارك وي بوالا شي مرتو انا حنجيب لي القاني شهر عرفت تزوجي بها ان شاء الله بالبركه هذه اي صح بوالا شوي باكي هذا هو شي جباد الله يسلمك ولا شغل راك داير السيده والكاميرا فينا مليون تاعها يا مروه شغل ماشي مشكل كنتي وكانت تسقسيها وكانت تسقسيها تقولها من شيتي هاد لاميس ما نقولكش انا ضياف هنا في ولايه البوليده شفنا وحده حابه توقف معاها كومبليس انتيا كومبليس معاها توقف معها كاع النساء توقفي معها كاع النساء قولي لي قولي لي قولي لي الشعب الجزائري كامل راه يشوفك جاهل بكاها ما تبكيش خلاص ما تبكيش شوفي دماء شوفي الكاميرا شوفوا دماء شوفوا الشعب الجزائري شوفوا دماء تاعها صح باش تقول باش تقول كل شعب الجزائري على الاكسبيريونس هذه واش من الاكسبيريونس ريتا ديالو اه دوكا اه نورمال دايكم بونجور يا بو ميرسي جو ما توندي با باركي مع بشرى وردوان حكمناك في الكاميرا كاشي تاع صورني اه واش تقول صح رضالكم وخطيكم مخدع دوك وحده كيما هذه شويه بات